بسم الله الرحمن الرحيم. قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم مؤمنين. خلال عملية لسرية الصقور للمهام الخاصة وبالتعاون مع كتيبة أسامة بن زيد في الغوطة الغربية التابعتين للقيادة العسكرية لمدينة دمشق وريفها والتي تتصدى لرؤوس الأفاعي في دمشق الفيحاء منذ الشهر 11 عام 2011، تم بعونه تعالى القضاء على المستشار الروسي لوزير الدفاع السوري ورئيس هيئة الأركان العامة لشؤون العلم العسكري الجنرال فلاديمير بتروفيتش كوجيف مع مترجمه الخاص أحمد عيوق. وتم الاستيلاء على عدد من الوثائق والخرائط الخاصة بالجيش السوري إضافة إلى تقارير مهمة عن المعارضة والجيش الحر لتضاف إلى سلسلة الإنجازات في طريق تحرير بلاد الشام من العصابة الأسدية، مما يؤكد انغماس الروس في الجرائم الإنسانية ضد شعبنا وأمتنا، وأننا نعاهد الله والوطن بأن نترصد لروس الفتنة كلها ونحذر كل أفاعي لتعود إلى جحورها التي تسللت منها، سواء كانت في روسيا أو إيران أو العراق أو لبنان. وقد أعذر من أنذر، الله أكبر. والنصر لثورتنا المباركة. عاش السوري حر أبية. القيادة العسكرية لمدينة دمشق وريفها المقدم مجيد السيد أحمد قائد العمليات والمهام الخاصة.